متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نستضيف في هذا اليوم إبراهيم فلوك اللي تعرف بهذا الاسم هذا مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي، وعمل واحد ضجة، ولكن ماشي ضجة اللي كنعرفوا احنا ديال روتيني اليومي ولا عمل شي حاجة ماشي هذيك، عمل ضجة بطريقة إبداعية بطريقة فنية اللي حبوه جميع المغاربة وجميع الشماليين. إبراهيم دخل واحد الفكرة جديدة وضاف واحد اللمسة جديدة على الفلوغ في المغرب، أنه كيمشي كيصور الفلوغ ديالو طريقة سيلونس بحال مستر فين، ولكن فاش كيمشي للدار عاد كيخدم له الدبلجه ديالو، كيطلعوا بواحد الطريقه مزيونه بواحد اللهجه جميله جدا، اللهجه الشماليه. وفي نفس الوقت شنو كيعمل؟ كيعرف بعض الاماكن اللي ما كيعرفوهاش الناس هنا في طنجه، كيعرف بها وكيشجع على السياحه الداخليه. فتبارك الله عليه، عنده اعمال مزيونه. معنا اليوم ابراهيم باش عرفنا على راسه على الطريقه الخدمه ديالو وبزاف الحوايج اللي غنعرفوهم معاه في هذا الحوار هذا. خي ابراهيم مرحبا بك الحبيب. السلام عليكم، شكرا اخي يوسف على هذه الصدفه هذه اللي تصادفنا. انا شرف لي نكون جالس معك هنا، وشكرا بزاف على الجريدة أشواق، تاهما كنشكروهم هذا المنبر هذا، شكرا بزاف. بارك الله فيك خي ابراهيم. ما عرفش من عندنا بدالك الحبيب، عرفنا عليك بعدا. ابراهيم 27 سنة غندخل فيها فهاد الشهر هذا، اللهم بارك. الحمد لله، اللهم بارك. كتبان باقي صغير ياك، شحال تقدر تعطيني؟ 21 ماشي بزاف. لا في عمري 27 عام وغنكمل فهاد الشهر هذا، غنكمل 26. غير هو وقع لي واحد الغلط ما مأكدش منه، هو عندي في لاكارت 23، عاد يكون عندي عيد ميلاد عاد نكمله، وعندي الحاله المدنيه 13. تبارك الله عليك، نعطي الله واعر. اخي ابراهيم نبداو معك في هذه المسيره هذه، دخلتي بواحد الطريقه واعره، واحد الطريقه اللي حبوها جميع المغاربه. الحمد لله. كيفاش عملتي لها؟ الحمد لله حققتي مشاهدات عاليه منذ الاسابيع الاولى. داك الشيء كيجي من عند الله الحمد لله، يعني كتمن واحد المجهود ديالك، كتوكل على الله وربي ما كيخيبكش، يعني ما كتكون النيه ديالك واحد النيه ديالك مزيونه فيما مشيتي ربي ما خايبكش. خاي ابراهيم بالنسبه لهذه الطريقه ديال لي فيديوز اللي كتخدم دابا، واش هي طريقه مقلده ولا جبت هذه الفكره من شي دوله اوروبيه، ولا كيفاش عملتي؟ شوف باش تطلع لك واحد الفكره ونتينا تعملها صعيبه، ولكن كاين الناس كيخدموا بهذه الطريقه هذه، ولكن انا اللي لخص شفت طريقات وشفت بزاف طريقات ياك، منهم مغاربه منهم كوار، ولكن انا جبت لك الفكره هذيك وراه خاصه وعملت شي حاجه ديالي والفكره ديالي وتوكلت على الله وبديت. تبارك الله عليك. خي ابراهيم بالنسبه للبدايه قلت لي بديتي غير بالضحك. حيت يعني ما كنتيش مستعد لهذا الشهره لهذا المستوى هذا؟ لا صراحه، حيت انا بديت العام اللي فات كنت عملت واحد القناه في يوتيوب، والصفحه ديال الفيسبوك واخا عملتها ما كنزل شي فيها، كنت يعني مركز على يوتيوب بزاف، وبزاف كنشكر بزاف ديال الناس اللي كانوا متبعيني شحال هذه، وكنشكر بزاف ديال الناس اللي متبعيني واللي قدامين واللي جدادين مرحبا به، وانا فرحان نكون كنعدل واحد الحاجه وتعجب كلشي. تبارك الله عليك. اخي ابراهيم حاليا كتشتغل على السياحه الداخليه، وعدلت لنا واحد لا فيديو اللي هو واعر بزاف، غنكتشفوه دابا مع الناس باش يعرفوا الطريقه اللي كتخدم بها ويرجعوا لينا. اجي بحالك، هذا هو شارع الحريه، واليوم غنضرب واحد باسيو مزيون مع بعضي. احسن اجواء كتكون في العشيه، شفت الديكور يا الدنيا كتبان خاويه، شني نظهر لكم اليوم غنضرب واحد باسيو في وسط مدينه قديمه. اذا خاي ابراهيم كيف ما شفنا في هذا الفيديو هذه انه كتخدم بحال الترويج دابا في هذا الفيديو هذا، روجتي للساحه المدينه العتيقه في طنجه، واللي كتعرف واحد الركود اقتصادي ماشي عادي. شكون اللي دعمك في هذا الفيديو هذه باش عملتيها؟ غتكون تخلصتي عليه؟ لا والله ما ديت شي درهم، بزاف ديال الناس يكون تحاولهم يعني مدك الاشهار وديت فيها فلوس، اما انا ما يعني هذاك الشيء اللي كنعملو حبيا، وخصوصا باش تعطيني فكره، حيت معروفه دابا بزاف ديال الناس ضامنوا مع مدينه قديمه، مع العلم ملي جا الوباء تشدوا الحدود، ناد ما بقاش كيجينا المغرب، رجعنا غير حنايا مع بعضيتنا دابا. والصراحه يعني دابا الركود كاينه في كل شيء، بزاف ديال الناس كانوا خدامين وما بقاوش خدامين، وكانوا يعني بزاف ديال الناس اللي انفصلوا على العمل، الله يسهل على الجميع. ولكن دابا اللي محرك شي قضيه يا ود السوق برا، واخا يشري بورتك اللي ب 10 دراهم ولا شي لعيبه ب 10 دراهم كتكون ساهمت. هذا هو الهدف ديالنا دابا، هو نتعاونوا حنايا مع بعضيتنا على بيد من ربي يبعد لنا هذا الوباء ان شاء الله ما يكون على الخير. خي ابراهيم بالنسبه للمحتوى اللي كتعمل دابا، واش كتفكر انه تسارى شي جوله مثلا في المغرب كامل؟ في نفس الوقت واش كتفكر انه تخرج على برا؟ لا حاليا الحمد لله كنفكر نبقى في المغرب ديالي، حيت اش جينا نشوفوا وركزنا على المغرب غنشوفوا عندنا شي مواطع واعر فيه ما يتشاف، كاينه ما يتشاف احسن ما تطلع نسينا اوروبا مع جبر شي، حيت هما الناس اوروبا كيجيونا هنا كتجبروا من الناس اوروبا كيجيونا هنا وكيدوروا المغرب وكيجبروا فين يمشي وفين يتساراو. صح تبارك الله عليك. خي ابراهيم اللهجه في الفيديو ديالك واحد اللهجه مزيونه شماليه، طبعا رحم والديك شكرا، طبعا هي ديالنا المدينه ديالنا الحمد لله. واش كتفكر انه تبدل هذه اللهجه مثلا؟ لا الصراحه دابا انا في اللهجه ديالي، واخا نجي نبدل اللهجه
ما عاديش نعجبكم يعني خصني ضروري مقابل لهجه ديالي حس ما عنديش شي بادئ. تبارك الله عليك. لانه اذا شفتي انه بنادم فاش كيشوف الفيديو ربما كيركز على الصوت اكثر ويحب الفيديو غير بالصوت لانه واحد الطريقه حليلو. هذاك الشيء هو اللي كنخدم عليه بطبيعه الحال. هو نعيشك في الفيديو ديالي الا مشيت لشي موطع نمشي نعيشك في ديك الموطع باش ان شاء الله حتى نسينا تفكر تمشي مع العائله صح ديالك صح نعرفك على ذاك الموطع كتعيش بنادم انا عايشك معايا حيت بزاف ديال الناس كيمشيو لشي مواطع كيجيهم ديك الموطع عادي ولكن ملي كيشوفوا الفيديوز دابا اللي كننزل انا كيقدروا يتعاملوا يعملوا واحد الرانديفو مع الاصدقاء ديالهم مع العائله كلشي كيعرف داك البلاصه عاد واخا كيعرف ما عارفش شنو تما اجي دابا بحكم انك كتعمل الاشاره هيدا للسياحه وكذا تكون وزاره السياحه عطاتك شي حاجه لا باقي ما عارف ماذا الوزارة السياحة وما عارف من حتى شي حاجة حلب والله ما عارف شي حاجة نتأكد سياقتك حس التليفون اللي كنصور به يعني تليفون عادي يعني كنصور غير بالتليفون تبارك الله عليك. بالنسبة للناس اخي ابراهيم اللي كيعدلوا هاد لي فلوغ وكذا نخليو هادو في الجنب نشوفوا الدراري اللي في السن ديالك كيعدلوا فيديوهات تافهة في مواقع التواصل الاجتماعي في نفس الوقت انهم قادرين يعدلوا شي حاجة مزيونة شنو تقدر تقول لهم؟ هو كل واحد كيمشي على قد الجهد ديالو صح. دابا هذاك اللي كتشوفو كيعمل شي حاجه ماشي هذيك هذاك هو جهده بحق يجي واحد النهار يطور راسو غاديش نهار يعمل شي حاجه اللي هي مزيونه عاود ويقدر يبدل. اخي ابراهيم شكرا بزاف الله يرحم والديك لان كنتي معنا اليوم. شكرا سنسينا على هذا الصوت الله يرحم والديك بارك الله فيك الله يجازيك. اذا متابعينا ان شاء الله غنصادفوا ابراهيم في شي مره اخرى ان شاء الله من بعد ما يحقق نجاحات وحاليا حقق نجاحات ولكن ان شاء الله غنصادفوه من بعد. طيب شكرا جزيلا لانكم كنتم معنا في هذا الفيديو هذه نلتقاو قريب ان شاء الله السلام عليكم. هذه الخاصه السوق دبر ايه هي الدق كيطلع لي الزهر نهار اللي كنجي نصور واجي نقول لك سكسفو على دقه وترجع مزيون يا انا عارفك كتجوز من هنايا وما كسرتش بان هاد الموطاعات شفتي كيفاش عدوه كيفاش مزيون والدنيا كتصفر على شي ورد عينك تما نظر ما كاين حتى شي واحد انا بوحدي تي كنصوب من غير هاد الناس اللي بقاو فيا مساكن هما اللي تقصحوا تبعوا مكراب الضهر وهاد القهاوي اللي كيكونوا هنايا عامرين دائما لاحظت سيهم رجعوا دائما خاويه غير باش نعرفوا هادي مدينه قديمه وما كانتش كتخوى مره ولكن من بعد شدوا الحدود ما بقى حتى قوري كيدور ولا شي قوري وهاد الناس هادو مساكن ما بقى كيدور بيهم لا بايع لا شاري وعرفتي شني كاين الا ندخلوا شي باسيون نشوفوا الديكور شني كيبيعوا هاد الناس هادو هنا غنضربوا شي باسيون عند رافع اجي نقول لك رمضان قرب يا باقي لكم ديك الزلايف ما كايناش بحال الزلايف ديالنا الصنع مغربي بغيتي تزين البيت ديالك بغيتي تزين الطونوبير ديالك هانا الناس اللي كتعشق اللوح يعني الناس اللي كيعجبها داكشي ديال اللوح وكيعجبها داكشي كلاسيكي كما كنقول اجي نقول لك ما تفرحش الوالده ديالك ولا الخطيبه ديالك ودي لها شي شال مزيون واخا سيدي حتى لا ما ديتيشي الشال اجي دي شي لعيبه مزيونه من هنايا كاين هذاك الشيء حلو بغيتي تسوق البيت ديالك بغيتي الصاله ديالك كلشي هنا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.